السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء، مرحبا بكم. يتجدد اللقاء بعد الغيبة الطويلة. ها ما تقولوش لي ما كنحطش، انا وليت كنحط لكم لي فيديو. على بركة الله ان شاء الله غادي نخدموا هذا الرسمه اللي كتشوفوا قدامكم. كنخدم في الدار، ما جبتش مرمى، عندي هذه صغيره، فحطيت هنا غير واحد الملف باش ما تهبطيش الصباغه لتحت. ضروري نردوا شي شويه البال باش ما نديروش شي حاجه شي زبله في شكل. يلا على بركه الله. بحال اللي كتشوفوا عندي التوب هنايا ديال الكريب في البيج، فانا هنا ما بغيتش ندخل لي كولور فلاشي، غادي نحاول انني نخدم بالغوز كلير والغوز المغلوق، الابيض الكرونا. الوريقات غادي نديرهم بال، غندخل البيج البلون كاسي بلوتو، ولا البلون كاسي بلاص الابيض. و بيان سور غادي نستعمل هاد الخضيدر، نقدر ندخل حتى الخضر البارد. ف بالنسبه لي كولور كيبقى اختيار ديالكم. يلا على بركه الله بلا ما نطولوا الهضره. رسمه جديده خفيفه، المبتدئات هما يقدروا يخدموها. غنحاول انني نشرحها بطريقه مبسطه باش كلشي يقدر يطبقها. قلنا غادي ناخذ اللون المغلوق، يعني سواء اي ديكغادي ديال الالوان كتخدموا به، غناخذ اللون المغلوق هو اللي غادي ندير هنا لتحت داير بالصفر. بهذه الطريقه ثم غنبدا نخطفو في الاتجاه ديال الوريقات. اللون الكلير كنحطو وكندمج، ودائما واحد الجهه غتلقاوها هابطه بحال هكذا، يعني هاد الجهه غنهبط ليها هنايا، يعني كتبان لي الورقه طالعه فوق الاخرى بهذه الطريقه. للعلم الوريدات راهم صغيرين، ف شحال ما كان الاسباس اللي كنخدمو فيه صغير شحال ما كان صعيب، راه ماشي العكس هو اللي صحيح. بزاف د الناس يسحب لهم راه العكس هو اللي صحيح، تيقول لك هادي تخدميها لي راه صغيورين وريدات صغيورين، نخدم كبير وما نخدمش داكشي الصغيور، لان ما تيكونش عندك لي سباس كتير فاش كتخدم وفاش كدير ديغرادي وفاش كتاخد راحتك في الخدمه. فوالا، وعلى حسب لا كولور ديالكم اللي كتخدموا بها غادي تشوفوا واش التوب تيشرب، واش خصكم تعاودوا ولا ما خصكمش تعاودوا. فانا غادي نعاود نزيد وحده اخرى معكم. كنجي كنحط الغوز ديالي داير على القلب وكنخطفو في الاتجاه ديال لي بيتال على برا. الوريضات راه ساهلين، ما فيهمش قوه التعقيدات نهائيا، ما فيهمش شي قاعده عامه ولا خاصه، لا حتى حاجه، يعني شي حاجه بسيطه فقط. كندير اللون وكنجرو وكنعاود ندير الكولور الفاتحه. وكنبدا نجرها في اتجاه اللون الغالق وانا كندمجهم مع بعضياتهم. وحده كنهبطها حتى لعند القلب، وحده لا هلا. نقدر نستعمل مثلا هذا الموف، غادي نديرو هنا في القلب
فانا حنا غنحاول انني ندير جوج اشكال، جوج تلوينات، وهو اللي غادي نجر. يعني مثلا انا كنخدم بالزرق، غنخدم بالزرق المغلوق، هو اللي غادي ندير به المرحله الاولى. هنا خدمت بالموف، هنا غادي ندير الغوز هذا، هو اللي غندير من الفوق. شوفوا، نعاود وحده اخرى، نحاول ندير وحده مثلا هنا لتحت، هذه صغيره يعني باقا ما تفتحاتش. في كل بيطال كندير لتحت اللون الغالق. شوفوا هنا غادي ندير هذا الموف، وغادي ندير معاه هذا البيض، بلوتو هذا الغوز بيبي. يعني مثلا انا عندي ثلاثة ديال الالوان، غنبقى نلعب بهم كيف بغيت، غنخلط مرة هذا مع هذا ومرة مع الاخر. فوالا غنستمر. شوفوا هنا غنخدم بهذا المغلوق، مع هذا المفتوح. خدمة ما صعيباش البنات، غير نوضوا جددوا الملابس ديالكم. الصيف هذا وما تقولوش انا ما عندي ما نلبس، داكشي اللي عندي راه صافي لبستو استهلكتو، نوضوا جددوه وعاودوا لبسوه، لا للضياع. شوفوا دابا مثلا عندي هادي، عندي هنا داخله على هادي، هانتوما انا هاد البيطال هادي غنزيد فيها الغوز هذا. يعني هنا كنت كنزيد الغوز الفاتح، هنا زدت الغوز اللي هو مغلوق، ما عنديش المشكل. فوالا نقدر هنايا نعطي واحد الغفله شويه، هنايا شويه ديال الغوز. فوالا غنستمر بنفس الطريقه حتى نخدم الوريدات كاملين، ونرجعوا باش نخدموا الوريقات. فوالا البنات دابا ندوزو الوريقات. بحال اللي كتشوفوا انا خدمتهم، ولكن راه باقي غادي نعاودهم باش كيزيد يخرج ليا اللون. غنخلي على ما يشرب الثوب شي شويه اللون، حيت شحال ما بقى الثوب شحال ما كان اللون ديالو غالق راه كيشرب. ودي فوا واخا يكون ماشي غالق بزاف، بحال دابا هذا راه ماشي غالق بزاف، وانما راه حتى هو حتى يشرب لينا اللون. فبالنسبه للوريقات ما فيهمش شي قاعدات، هما سبيسيال، فحنايا الهدف ديالنا انه نخدمو رسمه سهله، كلشي يقدر يخدمها حتى المبتدئات اللي ما عمرهم شدو ريشه. فتو سامبلومون غادي ناخذ الخضر المغلوق غنديرو لتحت في كل ورقه، بهذه الطريقة. وغادي ندير معاه خضر بيستاش في الفوق، وغادي ندمج لي دو كولور مع بعضياتهم. لي بانسو راه شي حاجه مهمه في الخدمه ديال الثوب، فالا ما كانش البانسو الشعيرات ديالو واقفين ماشي كيمشيو ويجيو، الخدمه ما كتكونش مزيانه.
حيت الصباغه ديال الثوب كتبغي تحك، كتبغي باش يدمجوا الالوان مع بعضياتهم، يتحكوا لي كولور مع بعضياتهم. ولا كان لي بوان ديال البانسو رطبين بزاف، ما غاديش يعاونكم انكم تدمجوا الالوان. واش كاين شي حاجه سهل من هكا البنات؟ تنظن ما كاينش شي مسهل، انا جبت لكم السهل الممتنع. ان شاء الله غنوليو نديرو رشمات اللي ساهلين بحال هكذا، ومره مره نديرو رشيمات اللي صعابين، ولا الوجوه، ولا شي حاجه كتشد شي شويه ديال الوقت. فشحال ما كانت الحاجه بسيطه شحال ما كتكون زوينه. هنا غادي نعاود نزيد واحد اخرين، هنا غادي ندير عاوتاني الخضر المغلوق، غنفتحو واحد شي شويه هنايا، وغادي ندير البلون كاسي الفوق. فوالا نعاود ندير واحد اخرين. ونعاود ندير البلون كاسي وندمج مع بعضياتهم. ودابا هادي البنات اي وحده ما تقدرش تخدمها اكيد غتقدر تخدمها، لان ماشي شي حاجه اللي صعيبه، وتكون بدايه ان شاء الله لما هو اصعب واصعب من هذه ان شاء الله الاحترافيه. فوالا، فهنايا ملي كيكون عندنا داك التغيير ما بين بلاصه وبلاصه كيعطينا واحد الشكل زبون. فوالا نحاول هذه تاهي نزيد ليها شويه ديال الضوء. فوالا انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجعو باش نخدمو الغصن. بالنسبه للغصن البنات راه غادي نديرو بالمارون، وغادي ناخذ الباج غنبدا ندير به الضو في المنعرجات. بحال مثلا هذا الارتفاع اللي عندي هنا غنحط شي شويه، عاوتاني هنايا غنزيد نحط شي شويه، هنا غنزيد نحط واحد شي شويه هكذا وكندمج. هنا عندي واحد العريق خارج من هنا، فهذا غندويه
بحال هكذا، ونخلي هذا يكون مظلل. نجي نحط هنا في هذا الارتفاع هذا في الوسط، ما نقربش الضوء للجناب بهذه الطريقه. عاوتاني هنايا هنا ثم غادي ندمج هذا اللون. هنا غنهز النوح شي شويه نديرو في هذا. ناخذ الكحل وما ادراك ما الكحل، ولكن تضربوا وتقيسوا. فين غنحط الكحل؟ لتحت هنا في هاد البلايص هادو هنا، هي شي شويه ما غاديش نسرحوا بزاف. هنا مثلا هنا عندي ارتفاع درتو بالباج، في البلاصه اللي داخله غندير الكحل. هنا نجي هنا لتحت ندير الكحل غير شي شويه باش ما يسرحش ليا الكحل بزاف، لان كتعرفوا انا الكحل اللون اللي هو صعيب دغيا كيمشي مع دغيا كيغلب على اللون. اهم حاجه هي اننا نمزجوا الالوان مع بعضياتهم مزيان. صافي، الا كان الدمج ديال الالوان مزيان راه الخدمه كلها كتبان زوينه. هنا شويه وهنا شويه، عاوتاني من هنا ومن هنا، عاوتاني من هنا ومن هنا. يلا قبل ما نكمل فين غندير الكحل البنات، غنديرو هنايا هاد البليصة هادي، يعني ان هاد الغصين هذا خارج من تحت الكبير. ايوا الا درت هاد الغصين هكذا راه خاصني نضوي هذا واحد شي شويه من هنا. هلا فهمنا وصافي، هنا غادي نكمل. غادي ناخذ الخضر المغلوق هذا
وغنجي هنا للطرف هنايا، وغادي ندخل هاد الخضر مع هاد الماغون، وندير الخضر هنايا في هاد هنا هاد البليصات فيهم الخضر ديال، وكندمجو هكذا مع الطرف ديال الغصن اللي خارج. صافي دابا غادي نبدا نعاود نحط لي كولور ديالي كيف باش نخرج لي كولور بزاف ويجيني الرشمه ديالي باينه. وغنحاول انني نزيد بعض المرات في شي وريضات شويه ديال الابيض. ولكن تيبقى هذه الخطوه هذه اختياريه، يعني الا بغيتوها ما بغيتوهاش ما ديروهاش. كنهز شويه ديال الصفر في الثوب كنقص منه، وكنهز معاه شويه ديال الابيض، بغيت الصفوريه شويه تدخل ليا في هاد الوريضات. فهنا مثلا كنهبط الفوقانيه هي اللي كنزيد فيها شويه ديال الضوء. وكخطوة أخيرة البنات، هذه كتبقى خطوة اختيارية اللي بغاها، هي أنكم تديروا هاد لافينيسيون. أنا ما عرفتش علاش كتعجبني بزاف، نحاول ندير شوية ديال الماء هنا.
فوالا نكمل ونشوفوا الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. نتمنى ان عجبتنا الاعجاب ديالكم. الطريقه تكون سهله والتصوير يكون واضح واخا كان ما فهمتش علاش حاجه نضبط واحد شويه. ونتمنى ان على فيديو كامل يكون عجبكم. تبقاو تنتبعوا حويجاتكم علاش لا. الى وصلتوا معايا حتى لدابا كنشكركم بزاف على المشاهده. ما تنساوش الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وبارطاجي. والسلام عليكم.